في هذه الحالة يمكن أن أتزوج مرة جديدة. ده بعد ما شابوا ودوك كتاب بقى. مش انت عم تقولي لي انت بتزهقي وعندك واحده وبقيت لوحدك؟ لا 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 لا، ممكن يكون رفيق ولا ما هو الانسان الذكي بقى انه يبلور حياته على الوضع اللي هو فيه ويروض نفسه ويكون عنده قناعه. يعني دي بيقولوا ضل راجل دخلك بيقولوا ولا ضل حيطه. لا مش 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 خلاص كدا. لو كان الراجل ده موجود في حياتي سابقا يفضل مستمر موجود اوكي، انما دلوقتي ابدا اعمل حياه زوجيه وهكمل. ماله الدش؟ ما الدش زوج سعيد جدا، انا الزوجه سعيده معاه جدا مع كل القنوات. ما بحسش، ده انا كان لو في زوج في حياتي ما كانش هيعرف يكلمني من كتر ما بتفرج على القنوات. عشان كده رحمه فيه ما اتجوزتيش.